السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناتي المحيط للشروحات والتقنية بفيديو اليوم رح نتكلم عن موقع جميل وموقع جديد ورائع للربح من استثمار عملة الترون تي ار اكس طبعا سبق وتكلمنا عن موقع مشابه لهذا الموقع لاستثمار عملة الترون مع اثبات سحب شخصي داخل الفيديو السابق وان شاء الله بهذا الفيديو رح نشاهد طريقة انشاء حساب طريقة الايداع في الموقع وشرح شامل عن الموقع بالاضافة الى اثبات سحب ايضا من الموقع رابط التسجيل في الموقع راح يكون موجود داخل الوصف بعد ما نضغط على الرابط راح يفتح معنا الرابط بهذا الشكل راح يكون طبعا لازم لازم نلاحظ اصدقائي ان الموقع يعمل على مبدا كود الدعوه يعني من دون رابط او من دون دعوه من من قبل شخص مش راح تتمكن من التسجيل في الموقع طبعا هذا هو كود الدعوة اترك الكود مثل ما هو الايميل قم بدخل الايميل الخاص بك بعدها قم بوضع باسورد طبعا لازم بخصوص هاي المواقع لازم نحن نحفظ الباسوردات اللي احنا بندخلها لانها رح نحتاج هاي الباسوردات ولان انا قم بعمل الإدعاء. فاحفظ الايميل الباسورد قم بعد تأكيد الباسورد بعدها موجود عندك ويزدرو باسورد او هو الكلمة المرور اللي انت تحتاجها من اجل الايداع او شراء خطط في الموقع او من اجل السحب من الموقع طبعا لازم تكون مختلفة عن الاولى ايضا اعزائي مثل ما قلنا بنركز على موضوع الباسورد الخاص بالسحب بعدها تضغط على سيند كود راح يتم ارسال كود الى الايميل الخاص بك تفتح البريد الالكتروني الخاص بك راح تلاحظ وجود رساله من موقع تي ار اكس اونلاين تنسخ الكود تلصقه في هذا المكان طبعا في حال رح يوصلك الايميل بهذا الشكل بس ملاحظين تدخل عليه تاخذ الكود طبعا في حال لم يصلك الكود تدخل الى القائمة الجانبية بعدها تنزل الى الرسائل غير مرغوب فيها تسوي تحديث راح تلاحظ وجود الرسالة من الموقع نرجع على الموقع مثل ما قلنا بعد ما ندخل الكود التحقق نضغط على سبميت راح يتم التسجيل في الموقع بعدها اضغط على لوجن وقم بادخال الايميل الخاص بك والباسورد راح يتم تسجيل دخول في الموقع راح يفتح معك الموقع بهذا الشكل الموقع راح يعطيك الرصيد الاساسي 800 تي ار اكس طبعا الموقع مثل باقي المواقع مشابه له موجود عندهم تطبيق بامكانك تحميل تطبيق الموقع اما بالنسبه لطريقه طبعا هامش الربح ندخل الى قسم التريد هامش الربح هو 5% على المبلغ اللي انت بتقوم بايداعه في الموقع فوق ال او بالاضافه الى الرصيد الاساسي مثل ما ملاحظين كل يوم يعطيك الربح الخاص بك طبعا انا اعطاني صفر تيركس اني لم اقم بإيداع في موقع بعد طبعا بالنسبه لطريقه إيداع ندخل الى قسم هوم بعدها إلى قسم ريشارج أو إعادة شحن بعدها بإمكانك اختيار يا إما الإيداع في الحساب الأساسي طبعا إذا قمت بالإيداع حساب أساسي سوف تربح من الموقع من خلال قسم التريدينج أنك تحصل على هامش ربح 5% من المبلغ اللي أنت قمت بإيداعه أو بإمكانك الإيداع في الحساب الترويجي عشان أنت تقوم بشراء خطط من قسم إنفست طبعا نحن يفضل نودع نودع بدايةً بال بالحساب الاساسي طبعا مثلا عشان نتجنب امور النصب فنضغط على ترانسفير تو باسيك راح يعطيك حساب تي اكس نضغط على كوبي يقول لك انه حد الايداع هو 5 اكس وان ممكن يوصل الرصيد الى الموقع خلال 5 الى 10 دقائق فقط قم بتحديث الصفحه بعد ما نسخنا عنوان تي اكس نذهب الى محفظه تروست بعدها نذهب إلى عملة ترون لازم يكون مثل ما قلنا عندك رصيد في عملة ترون بعدها تضغط على إرسال تضغط على عبارة عنوان المستلم تسوي لصق بعدها تختار مبلغ أنا على سبيل المثال رح أقوم بإيداع 20 TRX سعرهم 1.19 دولار اضغط على استمر طبعا المجموع الاقصى للرسوم مع مع المبلغ هو 1.26 دولار اي تقريبا واحد وربع دولار نسوي تأكيد ومثل ما ملاحظين يتم حاليا التحويل نسوي تحديث انتهت عمليه التحويل لو ننزل القائمه منسدله راح نلاحظ انها تم ارسال 20 TRX نرجع الى الموقع الى قسم الهوم مثل الملاحظين لازم نركز اصدقائي ان الحساب الاساسي كان 800 قطعة وايضا بهذا المكان انت راح تلاحظ انه ال 800 قطعة سعرهم 48 دولار اما الحساب الاعلاني فيه صفر دولار فنسوي تحديث للموقع <applause> مثل الملاحظين خلال دقيقتين او ثلاث دقائق وصل الرصيد وهو صار 820 قطعه اصبح سعرهم 49.2 مثل ما قلنا اذا ذهبنا لقسم التريدينج راح نحصل يوميا على ربح 5% كل 24 ساعه راح يتم اضافه الارباح فقط كل ما عليك هو ضغط على عباره ريسيف عشان يتم نقل الارباح اليوميه الى حسابك الاساسي اما بالنسبه لقسم انفست موجود عندك قائمه من الخطط الاستثماريه بامكانك شرائها وطبعا لحتى تقدر تشترك في هي الخطط المجانيه لازم يكون في عندك رصيد في الحساب الاعلاني الحساب الاعلاني الموجود بهذا المكان مثل ما قلنا شرحنا في بداية الفيديو كيف انت ممكن تودع في الحساب الاساسي عشان تحصل على الربح من قسم تريد وكيف ممكن انت تودع في حساب الترويج نفس طريقة الايداع في الحساب الاساسي لكن بعد ما تغلق الشارج بدل ما تودع في هذا المكان اودع في هذا المكان وارسل النقود الى العنوان الموجود في هذا المكان مثل ما قلنا فبعد دخول قسم انفست على سبيل المثال موجود عندنا خطة لمدة 90 يوم أه تعطيك هامش ربح 6% الحد الادنى للايداع اللي هو 20 تي ار اكس، الحد الاقصى للايداع اللي هو 50000 تي ار اكس، المده هي 90 يوم هامش الربح هو 6%. ففقط لما يكون عندك رصيد في الحساب الترويجي تكتب أه باسورد الدفع وبعدها اضغط على انفست ناو راح يتم اختصام الرصيد 20 قطعه كحد ادنى من حسابك الترويجي الى هاي الخطه. بالنسبه لقسم شير بامكانك الحصول على عنوان المشاركة الخاص بك عنوان الريفيرال بامكانك مشاركه الفيديو مشاركه الرابط موقع مع اصدقائك وتحصل على ربح من الموقع مقابل كل شخص يقوم في في الموقع. طبعا الموقع يدعم إمكانية الربح من الريفرال حتى الدرجة الثالثة يعني إذا أنت إذا أنا قمت بجلب شخص وهذا الشخص قام بجلب شخص ثاني فأنا بربح على الشخص اللي جبته والشخص اللي جابه الشخص اللي أنا جبته أول مرة يعني أربح أنا من ثلاث ليفلات ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 بالنسبة لقسم مين أو الواجهة الأساسية راح يكون موجود عندك البالانس الاساسي او الرصيد الاساسي بامكانك السحب من الموقع المبلغ اللي انت قمت بايداعه المبلغ اللي قمت انت بي... او الارباح اللي انت سويت لها اعاده شحن او ريشارج بامكانك معرفه الاشخاص المسجلين تحت اسمك في هذا المكان بالنسبه للارباح اللي انت بتحصل عليها من من قسم تريد رح تنضاف الى حسابك بشكل تلقائي بامكانك سحبها من خلال قسم ويزدروب بشكل تلقائي من دون حاجه تفعل اي شيء اما الارباح او النقود اللي انت بتضيفها الى حساب الترويجي بتشتري فيها خطط الارباح راح تتم اضافتها الى قسم الى القسم الترويجي عشان تكون موجوده في هذا المكان عشان تسحبها لازم ندخل الى قسم مين بعدها تسوي ترانسفير تو باسك او نقل الارباح من الحساب الترويجي الى حساب من هذا المكان الى هذا المكان الحساب الاساسي فقط يطلب منك تدخل السكرت باسورد او باسورد الدفع بعدها تضغط سبميت راح يتم نقل جميع الارباح الموجوده في الحساب الترويجي الى حساب اساسي يعني من هذا المكان الى هذا المكان ايضا بامكانك التواصل مع اصحاب الموقع من خلال الضغط على ايقونه التواصل او الهيدفون آه بامكانك تتواصل معهم عن طريق تليجرام فقط ضغطه واحده راح يتم فتح تطبيق تليجرام مثل ملاحظين يعني موجود خدمه عملاء جيده في الموقع مثل مثل الموقع السابق اللي تكلمنا عنه ايضا رابط الموقع السابق مع اثبات السحب راح يكون ايضا موجود داخل الوصف مثل ملاحظين فتح حاليا امكانيه التراسل مع اداره الموقع طبعا اصدقائي نحن بعد ما نرجع بعد يوم عشان نحصل على الارباح ندخل لقسم تريد مثل ملاحظين تم اضافه واحد تير اكس نسوي ريسيف عشان نجمع الارباح نرجع الى قسم الهوم مثل ملاحظين صار رصيدي 823 قطعه ندخل الى قسم الويزدرو عشان السحب نختار الكميه بعد ما نختار الكمية ندخل باسورد السحب مثل ما قلنا نكون حافظين باسوردات السحب حاليا مثل ملاحظين عندي إمكانية سحب واحد تيركس انت تقدر تسحب كل يوم كل يوم كل يوم واحد تيركس تختار نوع الحساب إذا كان حساب باسك أي يعطيك أرباح مقابل إيداع بنسبة مئوية يومية أو حساب الترويجي راح يطلب منك إضافة محفظتك بعدها اضغط على سبميت أو تأكيد مثل ملاحظين تم إرسال الأرباح ننتظر لحد ما يوصلوا على التروست واليت نص ملاحظين وصل إشعار الدفع أمامكم ريسيفد أي تم الحصول على واحد ARX نرجع لحفظ التروست كان رصيدي 309 صار رصيدي 310. طبعا هذا كان كل شيء طبعا اعزائي المتابعين نحن بننصح الجميع انه هاي المواقع هي مش مضمونه ان يعني انت لازم عشان يكون عندك فرصه ربح ممكن تستثمر لكن اذا كان عندك راس مالك صغير او مش مستعد تستغني عن راس مالك لا تقوم بإدارة هي المواقع طبعا الموقع اللي شرحناه بالبدايه واللي هو موقع 800 تي ار اكس الرابط راح يكون موجود بالوصف هو موقع صادق مليون في المئه انت تسحب منه حوالي 3 او 4 مرات اما هذا الموقع هي اول مره بسحب منه لكن مثل ما قلنا ممكن يصير في بعض المشاكل طبعا إدارة الموقع بإمكانك تواصل معاه ويحل لك كافة المشاكل هذا هو كان شرحنا اليوم ما تنسوا لايك الفيديو واشتراك في القناة لحتى تصلكم كل جديد كما معكم أخوكم علي من قناة المحيط للشروحات والتقنية